stocke le bois mort, on est qui va les arbres, ils n'ont aucune chance de régénérer, ils sont complètement en forme de fagot perpendiculaire à la pente. هبة تضامنية من أجل تجديد بساتين الثمار وحقول الزيتون التي أحرقتها النيران بولاية تيزي وزو وتسببت في وفاة عشرات الأشخاص وإتلاف الهكتارات من الحقول والغابات. فبعد مرور شهر على الحرائق بدأ المواطنون في الخروج تدريجيا من هذه المأساة والتفكير في تجديد حقولهم المحروقة. كنت جديد دوك بلا ما دي صبر لو اني مدي بعض شهر اكتوبر نوفمبر سورتو شهر نوفمبر هذه عندي هذه زمان يقورن اين مازال اثي جاك نهاني ساعه تزبورت بلا ما يكزمي تصور راح شذ ومن بعد هذه غير ديت تلقي ما يوقع ليش الى قبلني سن القيم في المتر ديال القيم اتكزما ومن بعد دو زون ابري ادي شهر اسايود لا طاي اسايود اتكلارسي ضيع تيبوحلو لا تروازيوم اللي غادي هو لا ريكولت المختصون في المجال لحوا على ضرورة سير العملية بشكل مدروس لتجنب الوقوع في الأخطاء وتحقيق الأهداف المسطرة بطريقة علمية. ماشي وقت باش نروحو ندناو الزيتون ولا نغرسو الزيتون، هذا الزيتون لا غرسناه وما عندناش لي روتيني كولينير باش نسقوه. دونك حنا واش ندومونديو؟ حنا ندومونديو لي روتيني كولينير، ندومونديو لي زوفرتور بيست ولي كابيوناج. هذا الشيء اللي راه لازم يتخدم قبل ما تحقق الامطار الغزيره، وين يقدر يكون عندنا تحرك التربه وين يمشي. كان بعض الاخوه ثاني تيقول لك نديروا لاراشاج، انت كيفاش دير لاراشاج في جبل ولا في غابه اللي دير فيها لاراشاج ومن بعد يكون عندنا لي زيروزيون. تجديد الحقول المحروقه بغرض اعاده بعثها يستدعي احترام الاصناف التي تتكيف مع المنطقه مع افساح المجال للطبيعه لاعاده تجديد نفسها تلقائيا.